الموضوع وللمقترحات، لا في تباين معين موجود. والأخطر من يعني دائما بيصروا، يعني صار مرتين خلال أجوبته أنه يركز على أنه لا خلافات داخل، لا خلافات حول الدور، حول أهمية استمرارة اللي عم يحكي بهذا الموضوع مزبوط، ولكن بس نوصل للخيارات تفاصيل. أعتقد في تميز ويحتاج إلى ضبط. والأخطر من هيك اللي ما بيبين أنه مش مستسيغ يبدو البعض دور الخماسية، بده يستفرد هو بالحل في لبنان. شو يعني؟ يعني عندما يقول أموس هوكشتاين أنا ملك لبنان، عبارة غير لائقة تجاهنا كلبنانيين، أنه بكرة نتركهم هلا بيعملوا كل حركتهم بس تنضج إقليميا، بيجي أنا مش دايما وبحط هيك؟ حل. مش لازم يكون هيك، لا في مراحل ما كانت بدنا نحط الحق على أموس هوكشتاين ولا بدنا نحط الحق على هيك. من يرضى في الداخل علينا نحن، لأنه نحن عم نشرع. لما استقبلنا الاعتدال زملائنا قلنا عبارة لبنان منزل بأبواب كثيرة، بدي يضيف وبنوافذ كثيرة. نحن منفتح النوافذ للخارج ومنسكر الأبواب بين بعضنا، المطلوب نسكر النوافذ ونفتح الأبواب الداخلية بين بعضنا على الحلول، وما بقى نسمع لا كلام لا أنا ملك لبنان ولا أنا بجيب الحل بجيبتي. وكله بيجي بكسدر بلبنان وبينبسط وبيتغدى وبيحب الماء الطاولة اللبنانية وبفلوا، ونحن بننشوي على شواية الانتظار. هيدي مسؤوليتنا ومنستاهل إذا نحن بدنا ندلنا هيك. ممتاز. بما أنه لا جديد عند الخماسية نتركه ويعطينا ألف عافية أصدقاء لبنان، ولكن هي مسؤوليتنا. لا أكيد بس أنه خلينا نشوف نحن مسؤوليتنا. مبادرة الاعتدال أنك بلشت فيها هلأ. أول شيء كيف كان اللقاء مع كتلة الاعتدال في كمان؟ رح وصفه مثل ما هو. أولا رح أحكي المبادرة، مبادرة مهمة، مبادرة مهمة كونها أولا مبادرة، كونها تعمل وصل بين اللبنانيين، كونها خلق دينامية نقاش فيما بيننا. عم بحكي أنا بالمشهد العام، بالتفاصيل نقلوا هذا الجو اللي عم بيحكوا بالإعلام. نحن بكل صدق وصراحة حكيناهم التالي. أولا نحن منرحب، نحن منمد الإيد، نحن شو بدكن لنسهل مستعدين نسهل. وقبل المبادرة كان صار في تواصل بيننا وبين الاعتدال، وكان صار في جلسة بيني وبين زميلنا وصديقنا سجيع عطية بالمجلس النيابي من حوالي الشهرين، وكان أعطى فكرة أنه عم يفكروا يعملوا شيء، وتباحثنا بصراحة وصدق بين بعضنا وشجعنا على هذا الموضوع. فلما إجوا حكينا بكل وضوح وسألنا أسئلة التالي، أنه أوكي المبادرة جيدة، وكثير استفادوا من موقف للرئيس بري عندما لين الموقف رئيس بري، أو كان أكثر مرونة عندما قال حكى بالإعلام مرة حول حوار أو تشاور لأول مرة بيحكيها الرئيس بري. وكنت على بحلقة معكم على الجديد مع زميلك جورج صليبي، وقلت يجب الاستفادة من هالكلمة اللي حكيها الرئيس بري. استفاد من الاعتدال، ممتاز، أخذ الفكرة الاعتدال ومشى فيها، وهذا الموضوع لاقى استحسان، ولكن غير كافي من وجهة نظرنا. لأنه سألنا سؤال حول الآليات، أول شيء بحكي بالشكل وبحكي بالمضمون، كيف يعقد الاجتماع، من يدعو للاجتماع، من يترأس الجلسة، ما هي الضوابط. وعطيت أنا مثل بالنقاش معهم وزملائي كمان وتيمور جنبلاط، طب نحن باللجان المشتركة أو بالاجتماعات الصغيرة في المجلس ياما بنختلف وبصعوبة نضبط الجو. صحيح. ويمكن أنا شخصيا مساهم مع زملائي أكثر مرة منقوم من ضد الزملاء عن بعضهم على كلمة وعلى موقف وعلى تفصيل. كيف إذا كان الموضوع يتعلق بأزمة دقيقة مفصلية مثل رئاسة الجمهورية؟ وبالتالي هذا الموضوع ما كان في جواب